المهم عودا الى بدء، يعني بس السجون، السجون السجون انا اخويا كان مأمور اسم اسمه ايه الخصوص، كان عميد وكان مأمور باسم ده الخصوص. الضرب بدأ من هناك. فانا لما رجعت من المتحف، المتحف لا كان 28 يوم 28 بالليل، لا يا ربي، انا رحت المكتب بعد ما انتصرنا ودخلنا الميدان، كنت كلي تراب وكلي دخان، ورحت المكتب غيرت هدومي ونزلت تاني جري، ورحت على ميدان الجلاء، كان حامدين هناك ومجموعه كانوا خلاص عرفنا ان الجيش نازل، ولقينا فيه شباب صغير بيقولوا احنا مجهزين الطوب عشان نضرب الجيش، فاستشعرنا خطر وبدأنا نوزع نفسنا ان احنا لازم نقابل دبابات الجيش او معدات الجيش وعساكر الجيش باحتفاء. باحتفاء، مش يعني وفرقوا ما بين اللي كان واقف ضدكم. لكن ما تعرفش، هويه دول مين؟ نعم؟ ما تعرفش هويه دول مين؟ شباب صغيره صغيرين. فاحنا ساعتها نظمنا نفسنا، انتشرنا، رحنا من ميدان عبد المنعم رياض لميدان التحرير لميدان الجلاء، كان في لسه في ناس، لشارع التحرير نفسه، من ميدان الجلاء لميدان الكوبري قصر النيل، كان برضو في اعداد. قعدنا نتوزع، خدناها مهمه يعني، وقعدنا نتكلم على فكره الجيش اللي نازل ده لابد ان احنا نحييه وهو نازل، مش نحذفه بالطول. وحصل بقى موضوع المتحف، ان انا حسيت ان الحريقه دي هتوصل للمتحف، فجريت جري على المتحف وسبت وعملت المناشده. وعملت المناشده والكلام ده. وبعدين بعد ما الجيش جه بقى استلم المتحف، رجعت بقى، رجعت المكتب ماشي، ومن عظمه الشعب المصري، وكان ده مشهد في للاسف في المسلسل بس لحقتش اصوره، كان مشهد عظيم ودل جدا. وانا راجع عند كوبري الجلاء كده، لقيت واحد جاي جري جري وبينهج جامد جدا وكله عرق، مع ان احنا في الشتاء يعني. وبعدين بعد ما عداني كده رجع قال لي مش انت المخرج خالد يوسف، ما كانش حد فاكر اسمه. قلت له مش انت اللي قلت المتحف بيتنهب وبيتسرق وما اعرفش ايه؟ قلت له قال لي انا، طب ايه الاخبار؟ قلت له لا كله تمام الحمد لله. طب اروح بقى اطمن؟ قلت له يا عم خلاص الجيش راح، انت جاي بقى الكلام ده كان من 3 4 ساعات. قال لي انا جاي من اخر الهرم ماشي عشان يطمن على المتحف، جاي عشان يحمي المتحف. يعني كان مشاهد المؤثره جدا بالنسبه لي. المهم لما رجعت في المره الاولى، انا رحت مكلم اخويا اللي هو مأمور اسم الخصوص، قلت له الاخوان المسلمين هيهجموا على الاقسام دلوقتي، قسما بالله. كان توقع ولا معلومه؟ هو راح عمل فيه زي كده، راح عمل زيك كده، عمل فيها ضابط مباحث، انا طول عمره كان في المباحث، وقال لي ده ظابط مباحث. يعني الناس على دماغنا، لكن عمل هي شغلانه كده يعني. عمل زي كده بالظبط، قال لي ده معلومه ولا اجتهاد؟ قلت له ارجوك عشان خاطري، اللي انا بقوله لك ده خدوا بالكم منه، تمشي بقى من الاسم، المهم خد بالك لان الاخوان هيقتحموا الاقسام الشرطه. وفضل اخويا ده يقول الواقعه دي على مدار العشر سنين اللي فاتوا دول لغايه ما توفاه الله، في كل قاعده، ان انا حذرته ان الاقسام المهم تقتحمها، هتقتحم. فالمهم رحت بقى بالليل بعد موضوع المتحف، رن التليفون بيكلمني واحد كشك سجاير جنب اسم اخويا، بيقول لي انت الاستاذ خالد يوسف اخو اللواء اخو العميد ابو مسلم؟ قلت له ايوه. قال لي اخوك بيتضرب عليه نار ومولوتوف والاسم وجوه الاسم. وفضل، كلمت ساعتها اولاد اخواتي كانوا في الامن الوطني او ساعتها امن الدوله، قالوا لي فعلا الاسم متحاصر ومديريه الامن بتاع الليبيه متحاصره وما اعرفش ايه متحاصر، طب نعمل ايه؟ قال كلم مدير الامن، خد رقمه الارضي وكلمه. كلمت مدير الامن، قال لي يا استاذ خالد كلنا معرضين للشهاده. فحطيت السماعه تقريبا وانا اكنه بيقول لي خبر شهاده اخويا يعني. فالمفارقه بقى، انت الصبح ضد الشرطه وبتضرب وبتضرب، وبالليل انت اخوك اخويا اللي اسمهم صوار هم المحاصرين، مفروض المفروض اللي محاصرين اللي اسمهم دول الصوار، ما هم مش اخوان ولا بلطجيه، دول الصوار هكذا قالوا في ساعتها يعني.
الثوار زمايلي اللي كانوا في الميدان بيضربوا نار على اخويا، فكانت تراجيدي يعني، كان موقف تراجيدي بالنسبه لي، ان الصبح كنت فين وبعد الظهر كان فين. لكن ليه انا قلت هيهجموا؟ ده من قرايتي بقى ليهم. انا عارف ان هم عايزين يوجهوا ضربه الان، ضربه الان للشرطه في الغل ده. احنا ما كانش عندنا الغل ده، خد بالك، احنا ما كانش عندنا. لا هم عندهم، وعندهم طار، عندهم طار، احنا ما كانش عندنا يعني رغبة. يعني انا قرايتي كده ان دول هيحصروا.